أنا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرعاية حفل افتتاح مهرجان التراث السنوي 27 الذي أقيم هذا العام تحت عنوان الخيل العربية، والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع. ولدى وصول سموه كان في الاستقبال سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. وقام سموه بجولة في الخيمة الرئيسية للمهرجان التي ضمت معروضات متحفية وصورا تاريخية ومعرضا للصور الفوتوغرافية لخيل الإسطبلات الملكية بعدسة الشيخة حنان بنت حسن آل خليفة، كما وضمت الخيمة معرضا للوحات فنية قدمها الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة والشيخة مريم بنت عبد الرحمن آل خليفة. ثم قام سموه بجولة في الأقسام المختلفة للمهرجان، واشتمل المهرجان على برامج متنوعة تبرز أصالة وجمال الخيل العربي وتعرف بخصائصه، كما واشتمل على سوق لتقديم المنتجات التقليدية والحديثة وكذلك الأطباق البحرينية الشعبية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة. وفي ختام الجولة استوقف سموه لوحة كبيرة برسمة من الفنان الراحل أحمد باقر، وبهذه المناسبة أشاد سموه بالجهود المتميزة التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار لإقامة مهرجان التراث السنوي، معربا سموه عن تقديره الكبير للجهود البارزة التي تبذلها معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة في إحياء الموروثات المتأصلة في تاريخ البحرين. كما أشار سموه بالمستوى التنظيمي المتميز للمهرجان مقدرا جهود القائمين عليه، وقال سموه إن شعار المهرجان هذا العام يؤكد بشكل كبير على الجهود المتواصلة لمملكة البحرين في الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة وبيان مكانتها الرفيعة لدى حكام البحرين الكرام، ما جعلها جزءا من الهوية التاريخية. وقد انتهج جلالة الملك المفدى نهجا مستمدا من نهج الكرام الأوائل في الحفاظ على خيل البحرين ونقائها عبر ما تمتلكه الإسطبلات الملكية من سلالات ومرابط أصيلة. من جهتها تقدمت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بخالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى لدعم واهتمام جلالته بالمهرجان، مضيفة أنه في منطقة الرفاع العريقة يحتفي المهرجان هذا العام بالخيل العربية لما لها من أهمية في تاريخ البحرين الحديث، كما يسعى إلى إبراز الحكايات والأشعار والصناعات والحرف التي ارتبطت بالخيل. معرض متنوع، حرف تقليدية أصيلة يضمها مهرجان التراث السنوي في هذا العام، حيث يتناول فكرة أصالة الخيل العربية في مملكة البحرين وما تزخر به من تراث غني له ارتباط وثيق بماضينا التليد. مهرجان التراث هذا العام في قلعة الرفاع في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح تستقبل ضيوفها. اعتدنا أن نتنقل من مكان إلى مكان في خيمة الصيف وفي خيمة التراث. العام الماضي كنا في المحرق وهذا العام في الرفاع، وموضوعنا الخيل العربية. برنامج حافل بالفعاليات التي تعكس عناصر عديدة من التراث الثقافي المحلي كعروض الفنون الشعبية وورش العمل الإبداعية والحرف اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة المعارض المتخصصة بالخيل العربية. الخيل ترتبط بالأصالة وبتاريخ هذه المنطقة، ونعتز أن تكون البحرين من البلدان التي حافظت على أصالة خيولها ولم تختلط يختلط النسل بأجناس أخرى. هنا معرض يستقبل المهتمين بالتراث ويحكي قصة الخيل وارتباطها بإرث البحرين التاريخي. مهرجان التراث السنوي
منصة مهمة تستقطب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار. في موسمه 27 مهرجان التراث يزخر بالكثير من الفعاليات التراثية الأصيلة التي تسطر ماضينا العريق لتعود بنا إلى ذلك الزمن الجميل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.